بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سوف يتم إن شاء الله اليوم السبت 12/9/2020 توزيع إجمالي عدد 17 طن من مشروع لحوم صكوك الأضاحي والخاص بوزارة الأوقاف المصرية، وذلك على النحو التالي: القليوبية عدد 3 طن، القاهرة عدد 3 طن، بني سويف عدد 3 طن، الفيوم عدد 4 طن، البحيرة عدد 4 طن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد يسرى عبد الرونيس، سواق الشركة العامة لتجارة الجملة. تم اليوم السبت 12/9/2020 تحميل 4 طن لحوم صكوك أضاحي من مجزر البساتين، ومتجه إن شاء الله إلى محافظة البحيرة. أحمد السعيد محمد سويدان، متجه إلى مدينة الفيوم، 4 طن لحوم أضاحي، تاريخ 12/9/2020. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي سيد خلف محمد، محمل صكوك الأضاحي لمحافظة بني سويف، يوم 12/9. سائق عثمان محمد غنيم، الشركة المصرية للحوم والدواجن، يوم 12/9، 3 طن، محافظة بنها القلوبية.